وأنصاره والمهاجرون ديارهم. والمهاجرون والأنصار كما في قوله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا من أوطانهم لنصرة الإسلام. والأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا إخوانهم في دار الهجرة، وهذا مذكور في سورة الحشر: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في الأنصار. نعم. وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. نعم، أنقذهم الله من النار بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.